السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع الإخوان والأخوات المغاربة والمغربيات فينما كنتوا أزول في اللون. فضيحة تهز مدينة الخميسات، بطلها ابن مسؤول قضائي كان يصور فتيات ومثليين يمارسون مع الكلاب. قبل ما ندخل في التفاصيل، رجاء منكم هذا الفيديو فيه معطيات خطيرة وحساسة ما كيصلحش الوليدات الصغار أنهم يسمعوها، وكذلك ما تشاهدوش هذا الفيديو مع العائلة، من الأحسن ديروا الكيت. وكنعتذر منكم على هذا الشيء اللي غتسمعوا في هذا الفيديو، ولكن راه هذا واحد الواقع كاين وخاصنا نناقشوه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ما درت لا بيدي لا برجلي، ما كان الا بالي حتى شي حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل، هادشي اللي غادي نقول. فضيحة من العيار الثقيل تلك التي هزت مدينة الخميسات يومين هذه قبل. ود الفشوش كيستغل الفيلم ديال باه وكيحيي فيها السهرات والليالي الملاح مع شابات ومثليين. وكون غير وقفات الأمور غير هنا، لا، القضية فيها جنس جماعي، والأخطر من هذا مع الكلاب أعزكم الله. ربي مني بغى يفضح هذا المنكر، دار السبب بمرات ولد الفشوش اللي كتشتغل طبيبة. هاد الزوجة اللي مفرسها ما يتعاود على الفاحشة اللي كيديرها راجلها، فمؤخرا مرضات على مستوى الجهاز التناسلي ديالها، وبما أن السيدة واعية فمشات مباشرة دارت مجموعة من التحاليل والفحوصات اللازمة، وهنا لقات راسها مصابة بمرض كيتعادى بين الكلاب، شي اللي خلاها تشك أن راجلها كيقوم بممارسة الجنس مع الكلاب. ومشات لعنده وواجهاته بالفحوصات اللي دارت والنتيجة ديالهم. هو في الأول تنكر للأمر وقال لها أنا ما عندي علاقة بالمرض ديالك، ولكن مني حصرته بالأسئلة باح لها بالسر الخطير والأفعال المشينة اللي تقوم بها. وما هي إلا أيام قليلة تفضحات القضية في الخميسات كاملها، بعد ما تسربوا مجموعة من الصور والفيديوهات والأوديوهات الخطيرة أبطالها فتيات وشبان مثليين في أوضاع يرتالها. إذا خليكم مع التفاصيل. الإسلام ديالنا والرسول صلى الله عليه وسلم شنو كيقول على الكلاب أعزكم الله؟ رسول كيقول إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وهنا كيقصد أن الكلب أعزكم الله إلى شرب أو لكل من شي إناء، فخصنا نغسلو داك الإناء سبعة ديال المرات وآخر وحدة ندوزو عليه التراب باش يتحيدو ديك الميكروبات اللي كاينين في اللسان وفي الفم ديال الكلب. فالكلب أعزكم الله كله ميكروبات. هذا علاش الإسلام ديالنا كيحرم أنه يدخل للدار. يقول لك إلا دخل الكلب للدار إذا كيجري على الملائكة. الكلب البلاصة ديالته هو الجردة، كيحرس الدار فقط. فهاد الناس مشاو بعيد، تخيلوا معايا أنهم كيمارسوا مع الكلاب، وتخيلوا معايا خطورة الأمر، الميكروبات اللي غيهزوا هاد الدريات وهادوك المثليين وهاد ابن المسؤول اللي تا هو كيمارس معاهم. فشي كيعادي شي، وهاد الشي خطير جدا. إذا من يوم الجمعة الماضي ومدينة الخميسات مقلوبة سفاها على علاها بسبب فيديوهات والتصاور اللي تنشروا كالنار في الهشيم على مستوى تطبيق الواتساب. وهاد الفيديوهات كتوثق لحظة ممارسة 16 فتاة وواحد الشاب مثلي الرذيلة مع الكلاب. القضية كيفاش وإمتى بدات؟ هذا يا خوتي واحد الشاب ابن مسؤول قضائي معروف بمدينة الخميسات. السيد مزوج، عنده واحد الضيعة فلاحية متواجدة بطريق أي تعبو ضواحي مدينة الخميسات. هاد الفيرما مخصصها غير للزهو والنشاط والليالي الملاح، كيدير فيها ما بغى بعيد عن الأنظار ديال الناس، خصوصا مرتو وباه اللي كيشغل واحد المنصب مهم وحساس في نفس الوقت. هاد ولد الفشوش كيمشي لهاد الفيرما وكيجيب معاه شابات ديال الليل وشبان مثليين اللي كيقوموا بممارسة جنس جماعي في هاد الفيلا. ولد الفشوش كيعرف كيفاش يختار هاد الشابات اللي كيكونوا من حاضرين من أسر فقيرة، فكيستغل الفقر وقلة الشي ديالهم وكيغريهم بالفلوس.
وكيقنعهم باش يقوموا بممارسات شادة مع الكلاب مقابل مبلغ مالي كيتراوح ما بين 1500 حتى 2000 درهم. وأثناء هاد الممارسة هو كيشعل الكاميرا وكيصورهم فيديو وكيلتقط لهم الصور. من الشابة أو الميت اللي كيسالي وخدمتهم كيشدوا الفلوس وكيمشيوا في حالاتهم، وهم فرحانين بديك 2000 درهم اللي صوروا هذاك النهار، ولكن ما عارفينش المخاطر ديال داك الشيء اللي كيديروه. ابن المسؤول من بعد كيشد دوك الصور ودوك الفيديوهات كينوض كيتاجر فيها بالمواقع الإباحية، يعني كيعاود فيها البيع وكيصور منها فلوس كثيرة، بينما البنات اللي كيصورهم في دوك الفيديوهات كيلوح لهم غير الفتات. دازت ايام وجات ايام خينا عجباته الحرفة ولا كيصور منها فلوس صحاح، ولا كيخدم مع ازيد من 16 شابة تينحضروا من الخميسات والنواحي في هاد الشي ديال تصوير افلام ديال البورنو مع الكلاب. هاد ابن المسؤول كيف ما سبق ليا وذكرت مزوج بطبيبة، هاد الزوجة اللي ما فراسها ما يتعاود على فعايل راجلها والقصير اللي كيحيي في الفيرما ديال تباه. فمع الوقت هاد السيدة مرضات وتصابت على مستوى الجهاز التناسلي ديالها، وحتى هاد ابن المسؤول الزوج ديالها هاد مول الفضيحة صاب بنفس المشكل، يعني مرضوا بجوج بنفس العدوى في نفس المكان. ولكن السيدة مرخاتش فراسها، مشات قامت بمجموعة من التحاليل والفحوصات، منين خرجت النتيجة عرفت راسها أنها مريضة بفيروس اللي كيتصابوا به الأشخاص اللي كيمارسوا مع الكلاب. السيدة دارت بها الدنيا وما فهمت والو، كيفاش غدا تصاب بفيروس كينتقل من الكلب للكلب وهي ما عندها حتى شي علاقة مع الكلاب. وهنا بدات كتشك بأن راجلها ممكن عنده شي ممارسات شادة مع الكلاب وهو اللي عاداها. مشات لعنده وراتو الفحوصات اللي دارت ونتائج التحاليل وقالت ليه دابا قول ليا واش كدير شي حاجه مع الكلاب، لانك انت اكيد اللي عاديتيني وهذاك المرض اللي فيك حتى هو راجاك من الكلاب. السيد في الاول بدا كيراوغ، ولكن منين حاصراتو بالاسئله وقنعاتو بالتحاليل فما عنده ما يخبي، وناض قال لها كل شيء، الفضيحه اللي كيدير في الفيرما والبنات اللي كيصور. دابا هاد الكافر بالله اكيد كيمارس مع الكلاب وكيمارس مع البنات اللي كيصورهم تاهما مع الكلاب، ومني كيسالي وكيرجع لدارو كيعادي مرتو حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما لقيت ما نقول، هذا واش حيوان؟ هذا واش وحش ولا اشنو بالضبط؟ الصراحة هذا الموضوع كيخليك مصدوم، يعجز الكلام عن وصف هاد الفضيحة وهاد الكارثة اللي طاحوا فيها ضحايا كتار، لان الموضوع ما سالاش غير هنايا. المهم السيمانة اللي فاتت مدينة الخميسات تهزات على إثر فيديوهات وصور وأوديوهات فاضحة كيظهروا فيها 16 بنت من الخميسات في وضعيات مخلة مع الكلاب أعزكم الله، يعني فيديوهات مقززة وتثير الإشمئزاز. الناس كلشي كيبارطاجيو والله يهديهم، والدريات لقاو راسهم كيتبارطاجاو في الواتساب، وفضيحتهم فضيحة أمام والديهم وجيرانهم. راس الحربة والعقل المدبر غير شاف القضية حماضت وتفضحات، ناض ضربها بسلاسة وغبر ليه الآثار ليومنا هذا، وراه دابا روشيرشي. أما السلطات ديال الخميسات مني تفجرت هاد القضية فتحوا تحقيق في النازلة، وانطلاقا من الفيديوهات والصور اللي تنشرت قدروا أنهم يحددوا الهويات ديال هاد البنات، وبالتالي بدأوا كيبحثوا عليهم باش يجيبوهم ويحقوا معاهم بسبب ديك الفضيحة. السلطات من بعد غادة توصل نتائج خطيرة جدا. أولا أن المسؤول على هاد الفضيحة واللي كيصور هاد البنات هو ابن مسؤول قضائي عنده منصب حساس وكبير بالخميسات. ثانيا الشابات اللي بانوا في الفيديوهات مني بحثوا عليهم أغلبيتهم هربوا لدول الخليج منين تفجرات الفضيحة في الخميسات. ثالثا الدريات اللي لقاوهم كاينين في الخميسات وجابوهم باش يستمعوا ليهم لقاو أن البعض فيهم كانوا كيشدوا الفلوس على الفيديوهات اللي كيصوروا يعني بالرضا ديالهم، ولكن الخطير في الأمر أن بعض الدريات أخرين اللي تنشروا الصور ديالهم وجمعوهم مع هادوك الدريات ما عندهم حتى علاقة بالموضوع، ولكن هناك تصفية حسابات بين الدريات. بحال مثلا هاد الشابة اللي شفتو في الأول ديال الفيديو وهي كتبكي، فهذه ما عندها حتى علاقة بالموضوع وما كتعرفش نهائيا هاد ولد المسؤول، ولكن تجبدات سميتها في شي اوديوات كيهضروا عليها وكيعطيو سميتها وشنو كدير وفين ساكنه،
وهزوا ليها تصورها من تيك توك وبارطاجوهم ليها مع الفيديوهات ديال البنات اللي كيمارسوا مع الكلاب وقحموها معاهم ظلما وعدوانا. قالوا راه حتى هذه كاينه معاهم، وهذا الشيء بسبب واحد الدريه اللي دابزات معاها وبغت تنتقم منها. ناضت هزات ليها فيديوهات في التيك توك والتصاور ديالها في التيك توك بارطاجاتهم مع الاخرينات. يعني اللي بغيت نوصل لكم انه كاينه تصفيه حسابات في الموضوع، حيت من بين الصور اللي تبارطاجاو كاينين دريات اللي ما دايرين لا بيديهم ولا برجليهم، هزوا تصاورهم سواء من الواتساب او لا من تيك توك ودخلوهم مع الاخرينات اللي تصوروا في الفيلا مع الكلاب. يعني في ديك 16 بنت اللي تورطوا في هذا المشكل كاينات اللي فعلا دايرين علاش وراه اغلبيتهم هربوا للخليج، وكاينين دريات اللي ما عندهم حتى علاقه بالموضوع وتشوهم مع والديهم على والو مساكن، وهذا الشيء بسبب التيك توك اللاعين. كاينات غير اللي دايرات فيديوهات كيشطحوا في التيك توك هزوهم ليهم وداروهم مع الفيديوهات ديال الدريات اللي تصوروا في الفيلا مع الكلاب، ودابا راكم فهمتوا الخطوره فين كاينه. القضيه راها كبيره بزاف كثر ما كتخيلوا، خصوصا بالنسبه للدريات اللي تجروا في هذه الفضيحه وهما ما دايرين والو وتشوهوا قدام والديهم وجيرانهم، فالله يبين حقهم. ومن جهه ثانيه الملف تيبحثوا فيه السلطات باش يجيبوا كاع الدريات اللي بانوا في الفيديوهات باش يستمعوا ليهم، والدريات دابا اللي حقوا معاهم خداو منهم البورطابلات باش يدوزوا في الخبره التقنيه باش يعرفوا مدى التورط ديالهم في هذه القضيه وهاد الشبهه هذه، وكذلك سدوا عليهم في واحد الدار يعني داروا لهم الحجر الصحي باش يتعالجوا من داك الفيروس اللي هزوه من الممارسه مع الكلاب باش ما يمشيوش يعاديو به ناس اخرين. واسمعوا مزيان الناس اللي كتمشيو كديروا داك الشيء مع بنات الليل، راكم معرضين لشتى انواع الفيروسات، فردوا البال راه ما كاين ما احسن من الحلال. من جهه ثانيه مازالين كيبحثوا السلطات حتى على ولد المسؤول اللي هو السبب في هذه الفضيحه واللي هو الان في حاله فرار، وحتى الشخص اللي سرب الفيديوهات حتى هو هرب وفي حاله فرار على متن السياره ديالته اللي من نوع رونج روفر حمراء اللون. اذا لمزيد من التفاصيل خليكم مع قراءه للخبر. أثير اسم نجل مسؤول قضائي في فضيحه جنسيه هزت الخميسات الجمعه الماضي بعد اتهامه باغراء فتيات ومثليين بتصوير افلام اباحيه مع كلاب يملكها بضيعة ضواحي المدينة مقابل مبالغ تتراوح بين 1500 درهم و 2000 درهم وتحقيقه أرباح كبيرة بعد بيعها لمواقع إباحية عالمية. وتفجرت الفضيحة بعد خضوع نجل المسؤول القضائي الذي اختفى عن الأنظار لتحاليل طبية أكدت إصابته بعدوى ناتجة عن علاقة جنسية مع الكلاب، فانتشر الخبر بين الجميع وتم تداول مقاطع صوتية وصور فتيات قيل أنهن بطلات الأفلام الإباحية عبر تطبيق الواتساب لتدخل بذلك عناصر الدرك الملكي على الخط، إذ فتحت بحثا في القضية وانتقلت إلى الضيعة لإجراء المعاينة قبل أن تتوصل إلى هوية المشتبه فيهن. وحسب مصادر الصباح فإن عناصر الدرك استمعت إلى 5 فتيات من بينهن أم لطفلة بعد ورود أسمائهن والاشتباه في مشاركتهن في تصوير مشاهد شاذة مع كلاب نجل المسؤول القضائي مقابل مبالغ مالية مع الاحتفاظ بهواتفهن لإجراء خبرة تقنية عليها، في الوقت الذي تتحدث فيه بعض المصادر عن وضع الموقوفين في الحجر وسط مراقبة أمنية وطبية بسبب الفيروس الحاملين له، مبرزة أن عدد المشتبه فيهن بلغ خلال البحث 16 فتاة. وبعد تحديد هويتهن وعناوينهن لاستدعائهن للبحث في الملف تبين أنهن هاجرن إلى دول خليجية. كما أثير اسم شاب مثلي صور بدوره مقاطع جنسية شاذة مع الكلاب مقابل مبلغ مالي، تسارع المصالح الأمنية الزمن لإيقافه وسماع إفادته في النازلة. وأكدت المصادر أن تعليمات صدرت للدرك الملكي بإحالة القضية برمتها على الشرطة القضائية للخميسات بعد أن تبين أن جميع المتورطات ينحدرن من المدينة والنواحي، مبرزة أن جهات تسعى إلى أن يظل الملف طي الكتمان رغم تداول الأخبار الفضيحة عبر تطبيق الواتساب وتبادل صور بطلات الأفلام الإباحية منهن من تحترف الدعارة.
تتسلم الفتاة أو المثلي مبالغ تصل إلى 2000 درهم، وهو عرض وصف بالمغري ولا يمكن مقاومته، خصوصا إذا كانت الفتاة تنتمي إلى وسط فقير، وهي المعطيات التي تعمل الضابط القضائي على التحقق منها. وكان ظهور أعراض مرض غامض على نجل المسؤول وراء الكشف عن هذه الفضيحة، إذ على الفور أجرى تحاليل طبية للوقوف على طبيعة المرض، فتبين أنه ناتج عن علاقة جنسية مع الكلاب، ما يرجح أن المرض انتقل إليه من خلال علاقة غير شرعية مع إحدى بطلات أفلامه قبل أن تظهر عليه أعراض المرض مع مرور الأيام. إذن إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، ما تنسوش تخليوا وجهة النظر ديالكم في قضيتنا ديال اليوم من خلال تعليقاتكم. شكرا على حضوركم الكريم، خليتكم على خير، إلى اللقاء.